السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدات في هذا فيديو جديد اللي تنتمنى من خلاله أنه يلقاكم بأحسن صحة وعافية وتكونوا إن شاء الله كاملين بخير وعلى خير. فدائما كيف ولفنا وكيف العادة كنبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نشارك معكم واحد العروض اللي هي وطنية. فاش كنقولوا العروض الوطنية فكتكون في جميع محلات بالمغرب، يعني أي محل دير بهم قريب لكم الا غادي تلقاو فيها العرض. بالنسبه للتاريخ ديالها غادي تكون نهار 3 بالضبط، غادي يكون 2 شهر 1 يعني 2 يناير من السنه الجديده ان شاء الله. فما نطولش عليكم بزاف، نمشيو باش نشوفوا العروض ونشوفوا اشنو كاين فيها والاشمنه ديالها. بطبيعه الحال غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه كاين معنا واحد الساشيه اللي فيها 750 غرام يعني كيلو لا روب ديال البطاطا اللي هي متبله، فهذه فيها العطريه. وبالنسبه للثمن ديالها غادي تجي هاد كيلو لاروب واحد الثمن ديال 28 درهم اللي هي 560 ريال. ومن بعد كاين معنا واحد العلبه اللي فيها 460 غرام ديال زبده الفول السوداني ديال الكاوكاو، فبالنسبه لهذه فيها كيف قلنا 460 غرام يعني جاي نص كيلو، الثمن ديالها غادي تلقاوها ب 37 درهم اللي هي 740 ريال. من بعد كاين معنا ايضا حتى واحد بريباراسيون فرماجير ديال فونديز ولا تحضير جبنيه للدام، بالنسبه لهاد العلبه فيها 16 قطعه يعني 16 مثلث، الثمن ديالها تجي ب 240 يعني 12 درهم ل 16 قطعه 240 ريال. عاد من بعد كاين معنا حتى واحد العلبه اللي فيها حليب بالشوكولاط، فبالنسبه لهادي فيها 200 ايمال يعني ربعه تقريبا، وبالنسبه للثمن ديال هذه كتجيب 5 ديال الدراهم يعني 110 ريال، فهادي فيها 90% ديال الكاكاو. عاد من بعد كاين معنا ايضا حتى واحد كاشير، بالنسبه لهذه فيها 600 غرام يعني فيها نص كيلو، بالنسبه لهذه راها حاره والثمن ديالها تجيب 14 درهم اللي هي 280 ريال. فكيف قلنا هذه فيها 600 غرام يعني فيها نص كيلو بشويه. من بعد كاين معنا حتى واحد العلبه اللي فيها شرائح ديال السردين، فهاد السردين هذا جاب الزيت نباتيه، بالنسبه للثمن ديالو كيجيب 7 ديال الدرهم فيه 90 غرام، 7 ديال الدرهم يعني 140 ريال. بالنسبه للمارك ديالو ديال مارين، فكيف قلنا هذا السردين ماشي طون. ومن بعد كاين معنا ايضا حتى الياغورت ممزوج، فكاين واحد الحكاك اللي فيهم تقريبا 150 غرام يعني ربعه صغيره، فكاين اللي هو بالفرومبواز، كاين ايضا حتى بالسوغيز، وكاين بالفريز، وكاين ايضا حتى بالمشمش وبالفخويد باسيون. فبالنسبه لهادو كيجيو ب 6 ديال الدراهم الواحد اللي هي 120 ريال، كيف قلنا فيهم تقريبا ربعه صغيره. من بعد كاين معنا حتى واحد عصير ديال الفواكه بالحليب ديال لا مارك ديال شرقي اللي هي ماركه زوينه، بالنسبه لهاد القريعات فيهم 330 ml قل من السيطرة بشويه، فهادو كيجيو بشي 4 ديال الدرامونس اللي هي 90 ريال. بالنسبه لهادو فيهم اللي هو ديال الخوخ مشمش، وكاين ايضا حتى ديال المونك، فهادو كيف قلنا غادي تلقاهم بواحد الثمن ديال 4 ديال الدرامونس اللي هي 90 ريال. ونمشيو نشوفوا باقي العروض، فكاين معنا مازال عروض اخرى من بينها واحد الكوفخيت. بالنسبه لهاد الكوفخيت هادي ديال فلوربي اللي هي معروفه عند بيم ماركه زوينه، بالنسبه لهادي فيها 210 غرام يعني جي الرابعه، والثمن ديال كل وحده فيهم كتجيب 15 درهم اللي هي 300 ريال. فكاين اللي غادي تلقاو فيها بالفاني، وكاين ايضا حتى بالشوكولاط. عاد من بعد كاين معنا واحد البيسكوي اللي هو عامر بكريمه ديال الكاكاو وفيه شوكولاط من برا، فهذا فيه اللي فيه تريبل شوكولا وفيه اللي فيه شوكولا عادي، فهذا لا مارك ديالو ديال اكسبلوز، والثمن ديالو كيجيب 3 ديال الدراهم الواحد فيه 35 غرام، 3 ديال الدراهم بالريال يعني 60 ريال. عاد من بعد كاين معنا واحد سائل منظف بالملابس، بالنسبه لهذا السائل منظف فكيجي ديال لا مارك ديال غاما فيه صابون دو مارسي، هاد القرعه هادي فيها 2 يترو وربع، والثمن ديالها تجيب 70 درهم يعني ب 1400 ريال. وكاين ايضا منطف سائل اخر، فهذا ديال فيغا
بالنسبه لهذا حتى هو فيه العطر ديال صابون مارسي، غير هذه القرعه هذه فيها ثلاثه اطرو وتجي غير 40 درهم. بالنسبه الاولى كيف الصوره فيها جوج اطرو وربع كتجي تقريبا 70 درهم، بالنسبه لهذه كتجيب 800 ريال. وكاين معنا ايضا حتى منعم ديال الملابس اللي هو ديال ا بي سي، فهذا فيه العطر ديال كاميليا، الثمن ديالو تيجي ب 40 درهم. وهاد القرعه هذه فيها 4 اطرو، يعني كيتقام عليكم الاطر ب 10 ديال الدرهم تقريبا. فهذه 40 درهم بالريال يعني هي 800 ريال. وكاين معنا ايضا حتى الماء ديال جافيل، بالنسبه للماء ديال جافيل فكاين معنا واحد القرعه اللي فيها 5 اطرو ديال ماجيكس ماء ديال جافيل، الثمن ديالها كتجيب 18 درهم، يعني 380 ريال. هذه من قبل راه كانت كتجي تقريبا بشي 20 درهم، نقصات فيها واحد الدرهم. وكاين معنا ايضا حتى واحد الباك اللي فيه منظف ديال الارضيه اللي فيه اطرو، وكاين معنا منظف ديال الاوان اللي فيه اطرو ربع، فهادو بجوج بهم كيجيو ب 24 درهم. الا جينا نحسبوها ما فيهم لا تخفيض لا حتى شي حاجه، بالعكس بعض المرات كيجيبوا اللي كيكونوا فيهم جوج ديال المنظفات ديال الارضيه ديال اكسيت، وكيكون ايضا حتى واحد اخر اللي هو ديال منظف ديال الاوان، فهادو كيجيو ب 24 درهم، تما في كيكون الثمن مقتصد. وهنا كاين معنا شابون ديال كلير، بالنسبه لهذا فيه 360 ام ال اقل من السيترو، والثمن ديالو تيجي ب 26 درهم اللي هي 520. وكاين معنا ايضا سيرفيت ايجينيك، بالنسبه لهادو فيهم 14 بياسه تيجيو ب 20 درهم اللي هي 400 ريال. ومن بعد كاين معنا حتى واحد القرعه اللي فيها كتجي على شكل سبراي، فيها رغوه ديال التنظيف ديال الجوانت ديال السيارات، فهذه كتجيب واحد الثمن ديال 50 درهم يعني 1000 ريال، فيها 400 ام ال. فهذه تقدروا تستعملوها ايضا حتى جوانت ديال الدراجات الناريه. وكاين ايضا حتى واحد القرعه اللي فيها 400 ام ال ديال لامع اطار السيارات، هذا خاص بالبنوات فكينقيهم، يعني كيعطيهم واحد البريون، هذيك حتى هي كتجيب 50 درهم. فالاولاني قلنا ديال جوانت، الثاني ديال لي بنو. وكاين ايضا حتى منظف ديال النوافذ ديال السيارات، فهادو غادي تلقاهم ب 300 ب 30 درهم عفوا اللي هي 600 ريال، فهذا فيه غير 200 ام ال. فبالنسبه لهاد البرودويت هادو كيستعملوهم بزاف ديال الناس اللي كيبغيو ينظفوا السياره ديالهم بوحدهم، اولا الناس مثلا اللي كيبغيو يبيعوا السياره فكيحاولوا ينقيوها باش كتعطي واحد الديكور زوين وكتبان بما راه باقي مثلا الجوانت ديالها ولا ايضا حتى الزاج ديالها نقي. فهذا كيف قلنا هاد الاخراني هذا فيه غير 200 ام ال اللي هو خاص بالزاج ديال السياره كيجيب 30 درهم. وكاين معنا ايضا حتى مبيد ديال الحشرات ومبيد ديال الصراصير، فهادو بجوج بهم ديال نفس لا مارك ديال لانس، وفيهم تقريبا سيترون سيترو، فكل وحده فيهم تجيب 35 درهم اللي هي 700 ريال. فكانوا هادو جميع العروض اللي غادي تكتشفوا ان شاء الله عند محلات ديال بيم ابتداء من بعد غدا 3/2 يناير، يعني 2 جانفي. فتنتمنى هذا الفيديو هذا وهذا العروض يكون عجبوكم، فما تبخلوش انا دائما بتشجيعات تعليق زوين اللي كتخليو لنا، ونتمنى ايضا نتلاقاكم في الفيديو الجاي، ونلقاكم ان شاء الله كاملين باحسن صحه وعافيه. الى ذلك الحين كنبغي نقول لكم دائما تبارك الله عليكم.